سبب والله. أحوالك بقى التحية ليك الكلية؟ والتحية لضيفك لضيفك النزل قبل شوية ده علي. أبو إلوة ولا دكتور محبوب؟ طيب على الدين. أبو علو، أبو علو ده زول ما شاء الله، زول فاهم وزول يعني كلامه ليك للنصبة، لأنه كلامكم كله أبناء الجلاب أبناء الهامش ده بيسوي الحقد في الشباب، بيجيب العنصرية. معلش بكتب كعبة. هسه يعني بالمثال، المثال احمد كسلة، احمد كسلة بيدعي للعنصرية بس. والله فعلا شبكتك مظهر سيئة يا أخي، أنا والله كنت أنا خليك تتكلم، والله كنت أنا خليك تتكلم، لكن شبكتك سيئة يا أخي، ما قاعد أسمع كلامك. طيب ما قاعد أسمع كلامك والله. ألو، حبيبنا مرحبا. انتوا نايمين، نايمين في سرير واحد ولا شنو كده؟ قوم على حيلك، ها؟ أقوم عليك شغال معاك؟ قوم على حيلك، مالكم نايمين في سرير واحد؟ رجال اثنين عندكم شنبات كبيرة، قوم هاي على حيلك، جلابة، جلابة نعم عندك هاي؟ جلابة، قوم قوم كده كده، شيل حيلك، قوم شوية واتكلم معانا، ما في مشكلة. جلابي اهلا بك، أيوة. انا ها ما آه اعتبر انت جلاوة عشان ها جلاب. جلابة انت؟ اي جلابي انت؟ اي سمعت عندنا نفسك قنبو هنا، عندنا عندكم قنبو كمبو بغادي بوين؟ اي هو زغاوة بوين؟ تشادي ها ها نعم نعم كده، هو قول كلامه زغاوة مرة تانية. تشادي هو زغاوة تشاديين هو زادوا قاعد يقولوا نحن تشاديين ما سودانيين، وين؟ في وين؟ في اتوهيتا؟ ما له هو في الجزيرة انتوا جلابة حسب كلامك، هاي يعني ده كلامك، انتوا جلابة من جزيرة وعندكم كامبو وفوق زغاوة تشاديين. هاي طيب الكامبو فيها خدمات ولا ما فيها خدمات؟ الكامبو اللي ولا فيها زغاوة حاجة دي، ليه ولا حاجة ايش فيك في حتة قاعد دي عندك خدمات طيب الكامبو، طيب انتوا محلكم فيها خدمات؟ ايه محلكم فيه خدمات؟ ها محلكم غريتكم فيها خدمات؟ كيف يا اخي والكامبو الثاني بتاع الزغاوة اللي انت سميته ده ما فوقه خدمات؟ اي ليه؟ ما كده ما قال السبب شنو؟ تشادينه تشاديين. يا الله يا اخي، زول اللي دايره يا اخي، زول اللي دايره، ولا زول اللي بقول كلام زي الاصل عادي كده. يا اخي تعال، يا ابو يلو تعال مرة ثانية، مكتوب ابو علي، ابو علي تعال تعال يا اخي، في زول طلع منه بالجنبه، ولا انا قاعد نلاحظ الحاجة دي يا اخي، اتمنى تيجي راجع. زول قاعد يقول كلام سمع، لكن زول بالجنب ده طوالي خاف من الكلام، طلعه من اللايف. تعال تعال مره ثانيه، تعال تعال، ما اقول اقا قدر الكلام اللي قاعد تقول، انا ما عندي مشكله، تعال تعال، انا منتظرك والله، تعال يا اخي تعال تم الكلام يا اخي. قاعد يقول كلام سمع، لكن زول ده طوالي، زول ده جرى منه، زول ده طلع منه طوالي يا اخي. تعال، وين انت؟ وين يا اخي؟ والله تاني ما عايزين بيجي خلاص، والله الناس اللي هناك بيكون زيله منه زعشين خلاص، لانه قاعد يجيب، قاعد يجيب من الاخر. المهم لايف ده قاعد وكلامه ده قاعد، وانتم كلكم يا جماعه ده الكلام اللي انا قاعد اقوله قبل شويه، انه في ناس، في ناس عندهم غرور زايد في الجزيره، وقاعدين بيستعلوا على اهلنا، قاعدين بيستعلوا استيلاء كبير جدا على، يا ديفيد ما عندك كاميرا والله العظيم، ده ادخلك انت، قلت من جزيره ومن كامبو الكلام. فشوفوا يا جماعه ده الكلام اللي قبل شويه قاعد اقوله، عشان انتم تعرفوا ان احنا الكلام اللي قاعدين نقوله هنا ما قاعدين نقوله عن فراغ، اي كلام قاعدين نقوله هنا ان احنا مسؤولين من كلام ده، وان قاعدين نقول بادله وشهاده، شاهد من اهلها. زول الناس قاعد يقول لكم ناس زي تشاديين، وان احنا عندنا اي حاجه، وناس ما عندهم اي حاجه، وزول قاعد يقول لكم كلام، وهو ده انا احنا بقوله كلام الحقيقي ده بطل في اثناء الزهر. انتوا لازم تعرفوا في الجزيره في ناس عنصريين، في ناس بيستعلوا على اهلنا وبيسمون كلمات الفاغه اللي انا قلتها قبل شويه، وزول ده هو دليل عندكم قدامكم. زول قال يا اخي ناس زي تشاديين ليه يكون عندهم كلام؟ والكلام ده واضح، والكلام ده لسان حال اهلنا في الجزيره، على اهلنا السكان من جمل القبائل العربيه قاعدين بيقولوا الكلام ده لاهلنا هناك. فلذلك يا اهلنا في 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 كنابي، لازم تصحوا وتعرفوا حقكم، زي ده، زي زول ده، زي الانصري ده، بيمثل مليون شخص في جار في 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 الجزيره، بنفس اللسان، بنفس اللهجه دي، بنفس اللغه دي، بنفس الكلام ده. فلازم تعرفوا ان احنا
ان احنا يدنا معاكم، لازم تتحرروا من الحاجات زي دي. ما في ولدكم فلنجاي يجيني هنا ويقول ناس دول كويسين معانا وشنو؟ ده ناس عندكم دليل قدامكم وعندكم رمز، ده اي عندكم 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 دليل واضح. فلازم تعرفوا يا جماعه، ده شيء حاصل في الجزيره. في ناس عنصريين، في ناس بيستعلوا على الناس، والحاجه دي ما مقبوله. فلذلك يا اهلنا في الجزيره، لازم تصحوا 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 يا زول. اهلنا في الجزيره اصحوا، اهلا بك يا جماعه شغل موديل ولا شنو الليله؟ نفرين كده نايمين في سرير يجي تعليم، شغل موديل ولا شنو؟ انا قلت لك عديل يا كيمو. قلت لك عديل. اهلا بك والله، اهلا بك. تفضل يا كمر، تفضل. ايش لك طيب يا كمر يا اخي؟ حياك والله، منور يا كمر. اول حاجه يعني دائما انا قاعد اتابع يعني لايفاتك، لكن الليله اللايف ده كويس جدا. نعم. وحبيت انه انا اخش معك. يا اهلا وسهلا بك والله، منورنا. عموما يعني المجتمع فوق، يعني سالب فوق موجب، كويس؟ نعم نعم. بتلقى النقد وبتلقى النقد البناء. انا كنت متابع يعني التسجيل بتاع حياه، هو طبعا نعم. تسجيل عنصري شديد. نعم. ونحن دائما يعني بنسعى لسودان واحد، بنسعى لسودان واحد. نعم نعم يا جماعة، في مشكلة في الشبكة ولا حاصل شنو الليلة؟ اي زول كده بعدين ما اعرف في مشكلة، ما اعرف مني انا ولا. طيب ابو لو انت قاعد نرجعك. تمام، وين ابو لو انت قاعد عشان تكمل كلامك؟ ما في مشكلة. انت قاعد على النتيجة تاني دقيقتين، وين موجود؟ اتمنى يكون موجود. طيب شوية على الطريق، لكن ما شايفه. طيب على انت موجود؟ تعليقات تجي متأخرة عشان كده ما قاعد اشوف. على الدين انت موجود؟ ما اعرف، التعليقات قاعدة تجي متأخرة. طيب الحاصل شنو يا جماعة؟ ما في مشكلة؟ في حاجة ما تمام؟ دولي ده وين أبوالي انت؟ وين زول الجزيرة؟ قلت انت جلابي وقاعد تستعبد الناس في الجزيرة، وقاعد تسميهم تقول لهم ديل تشاديين والكلام ده. فما اعرف على الدين انت جيت. تمام خلاص، بديك دقيقتين تكمل كلام، ما في مشكلة. تمام يا جامد، تفضل ابو يلوى، نديك دقيقتين عشان تكمل كلامك. حياك. هاي معلش لو بدتني ان شاء الله زياده من دقيقتين، بس داير اقول كلام والله عشان نقسم. انت ما اخذت فرصه، انت ذاتك زولنا، عشان كده اديناك زياده ذات. انا زولكم، لكن انا زولكم، لكن محسوب ما زولكم يعني. انت ما انا تبع الجلاوه. انت ما نسميك ام فلنجاي ولا كيف؟ يا ام فلنجاي يا ورا ذاتي. شباب هنا قاعدين بيكتبوا بيقولوا يا كامل زول ده فلنجاي، ما تخليه يكمل كلام ويقول خارج. والله يا ابو زاد فلنجاي، لا تقول كلام سمع للناس ده، عشان زول قبل شويه، اي زول قبل شويه لما ده دخل بعديك قال لي زول الحسي ده كده كده بيسوي زي ده كده. والله زول مبسوط منك، بس عشان غلط. والله شوف يا كامل اخوي، انت قاعد تديهم من جوا. ما هو لكن برضه ستيل، انا مصر انه ما اسميك فلنجاي. يعني انت زول سنديد جدا، وقاعد تقول كلام اقول وكلام فهم وكلام وعي يعني، وده الكلام المفترض يبقى يعني. وانا اشكرك على الكلام الجميل ده. الله يكرمك يا كامل. الكلام انا قاعد اقوله شنو يا اخوي؟ نعم. والله شوف السودان ده الكلام الشين ده يعني عمره ما يمشي قدام. وصحيح في امثله ناس بتطلع من دارفور تنبز، ناس تطلع من الشمال تنبز، انا حتى يعني ما بشرفني انه اطرى اساميهم ذاته، يعني ما بديهم الشرف. نعم. انه اقول اساميهم، سواء كان من الشمال ولا من دارفور، بس بعض الشباب ذكروا الاسامي وكده. فانا بشوف انه اي زول رايك فيني كيف الغلط؟ انا ما زول سنديد انا غلط؟ لا انت لا انت ما انا هسه لو قلتها برضه زي الدكتور ده، لو قلت لك نحن اقرباء وفي قرابه وكده، الجماعه يقولوا الشغله دي ما ياها. فده خليها تمام. تمام واصل. يبقى انه نحن
يعني خلونا ما نحاسب زول بزني بزول. الدارفور بيطلع بينبس بيمثل نفسه، والمن الشمال بيطلع بينبس بيمثل نفسه. والله يا اهلي انا كنت في السودان قبل شهرين ونص، لكن لما تسمع الميديا وتمشي السودان تحتار. الكلام في الميديا دي في السودان ما في. دارفور دي اغلب التجار واغلب الناس فوق شماليين، ودارفوريين قاعدين في الشمال وقاعدين في الجزيره وقاعدين بيزرعوا وشغالين وساكنين ومتزوجين وعايشين. فجماعه كده خلونا نرتقي شويه. ابو يلوى اسف للمقاطعه، الغلة في الحته دي بالذات وري الناس ده. انا كلام ده زمان قاعد اقوله كثير في اللايفات، لكن هم بيصدقوا بيقولوا انه ده كلام ساكت. انا قاعد نقول لهم عشان تعرفوا انسان الدارفوري ده طيب كيف. وانا ضربت مثل بطلبه كليات الطبيه في دارفور، كلهم من الشمال النيلي والوسط، كليه الفاشر، طب الفاشر، طب نياله، وطب تيب زالينجا والحتات دي، والتجار الكبار البطروهات، الناس زي ما بيقولوا مرطبين الكبار قاعدين في دارفور ديل، كلهم من الشمال. يعني احنا قاعدين نقول له اولاد دار الصباح ديل بيحترموهم احترام، يعني احيانا لو في حاجه بيعملوا حساب لديل اكثر من انفسهم واولادهم، وعايشين بالجيف يعني لاقين امان اكثر من مناطقهم. بالله يوري الناس الحاجه دي عشان هم يعرفوا انه احنا طيبين كيف وكويسين كيف وقاعدين نعاملهم كيف. ما هو يا كامل الطيبه دي ما ماركه سودانيه. صحيح احنا في دارفور هاي الطيبه دي الناس عايشين معانا وكده ووسطنا وما في اي كلام وتجار وكل شيء، لكن بنفس القدر احنا برضو كابنانا ابناء دارفور في جزء مننا عايش في الشمال، عايشين في دنقله، عايشين في تعدين الذهب، احنا اولادنا برضو عايشين في القضارف. شفت ما الفاو والقضارف دي كلها شفتها كلها ناس في ملحوظه مهمه الحته دي. اولادنا اللي الطلاب اللي كانوا في دنقله كانوا وكانوا شططوا لهم ملابسهم وشططوا لهم شيناتهم في الشارع مع النظام. وحتى دقيقه على الدين ترى دقيقه القضيه ما عندها